بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب طبعا ده المنظم الصيني اللي هو البرتقالي، برتقالي اللون، طبعا منظم محترم جدا جدا. احنا منزلينه طبعا شرح تفصيلي لكيفية التركيب والتجميع. طبعا قبل ما نكمل يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. طبعا الأسعار بنسيبها في التعليقات إن شاء الله. ده المنظم طبعا مستخدم في شغل البطاريات سواء التسمين أو البياض، ويستخدم في التربيه الارضي طبعا في خطوط الايه، في خطوط النبل. ده المنظم اللي هو اللي هو البرتقالي اللي هو الصيني. تمام. طبعا دي مكوناته بدايه ونهايه. ده المنظم اللي هو برضو صيني، بس طبعا في ناس ممكن تقول عليه تركي، بس هو صيني للامانه. برضو منظم محترم جدا جدا. دي مكوناته. برضو منزلين له شرح طريقه التجميع سواء المنظم ده او المنظم ده، احنا منزلين له شرح. طبعا عندنا الحمد لله كميات. لو في تاجر محتاج كميات ان شاء الله عندنا كميات واسعار كويسه سواء للقطاعي او للكميات. شركه عرب جروب، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو.